هل يجوز للمرأة أن تسافر بعيدا بدون محرم من أجل تعليم الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وهذا وجود المحرم في الإسلام حفظ للمرأة، ولأجل ذلك ومع ذلك العلماء رحمهم الله قالوا إذا احتاجت المرأة إلى السفر بدون محرم جاز لها ذلك. ومن ذلك الإمام أحمد رحمه الله يجيز أن تسافر المرأة مع رفقة النساء للحج، واختار هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منسكه وجمع من أهل العلم، وهو قول في مذهب الشافعي وقول في مذهب مالك وقول في مذهب أبي حنيفة أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت أن تخرج خرجت. فإذا وجد أمان ووجد شيء من أهل العلم من يجيز ذلك، ما في ما يمنع. وأنا أفتي بذلك بعض النساء التي يأتينا مثلا من شمال إنجلترا هنا للدورة أو لبعض الدورات العلمية الشرعية، تذهب لدورة وتكون محفوظة أمام الناس ولا يعني تؤذى ولا أحد يعتدي عليها، تأتي هنا بين أخواتها وتطلب العلم وترجع إلى أهلها، ما في ما يمنع من ذلك. الغرض هو حفظ المرأة.